شو تصيروا من بعض؟ أخويا خالتي. لحظة صمت ولحظة إدراك. والله والله شايف هذا الـ POV؟ Point of view. يعني هاي البوينت أنا أحتاجها هسه. والله. وجهة نظر. شنو وجهة نظر؟ سويتوا خلل بالكوكب الألفينات. يا موالي. 2009. وأخوك. 2010. خالتك. 96. والله ما احكي، والله انتم الكم التعليق مشاهدينا الكرام، البنية هاي اي صغيرونة 96 ايوه قصايبه 96 وهذا الرجال شاب 2009 وانا المقرودة 98 صار لك عمو كيفك؟ ايش وقت لحقوا كبروا؟ ما ادري ايش وقت والله انا غمضت فتحت شنت يعني اشيلهم بيدي وانيمهم فجأة لقيتهم على كبراتهم والله. من اقرب واحد الك من اولاد اختك او اخوان؟ قريبين عليه انه معزتهم غير شكل يعني حد واحد هيك والله كليتهم كبنات وكشباب من الاقرب؟ لا كلهم والله ما اقدر يعني كل واحد له معزه يعني اتفاعل وياه بشيء، واحد مثلا يعني اعرف مثلا بنات خواتي اعرف مكياج واحكي وياهم بهاي سوالف البنات، نانا اطلع وياهم وفرفر بالسياره، هذا نحل حزورات سويه، مو كل واحد اتفاعل وياه. اللي عندهم هاي النكات التافهه هاي اللي ما حد يعرف بس ما تضحك وما تسوي. طبعا احكي لنا كم مسابقه. مو يمي لا يمه. اكرب ما اعرف ولا اعرف. اكرب انا مو تافه مثلي، مو تافه انا. عيب احنا ما نقول على شخص تافه، احنا نقول النكات تافه. اي ما اعرف. صح؟ اي ما اعرف بس تافه. لا لازم هو يحكي لنا. شجعه شجعه ذكره، مو انت اخوك كبير. اي واذا انا مو يا مو من لا مو ذكره بالنكته، ذكر يعني مو تحكي انت نكته، ذكره بنكاته بسوالفه خليه يعني حفزه. والله ما اتذكر مو انه هوايه. صدق؟ فد نكت. والله يعني ما اتذكر. من عمتك؟ عمته مو لا خالتي. اي ما اتذكر والله. ذكري. والله طلع لي ايش فيكم كلكم نسيتوا؟ اذا ما تحكي نكته يعني ما انطق هدي، انا اريد نكته بس احكي لي نكته انطق. كو واحد مشى مشى لقى مشى مشى اكلهم مشى. هاي النكات التافه الواحد ضحك عليها ونضحك عليها. بعد واحده شوي ما اعرف والله ما بعرف ايش جت ببالي والله تريد تحمق قزقزت علي ترى النكته ما تضحك. مو مستحي والله اوكي بس باي شلون صار مخدوده مخدوده اقزقز عليهم والله اوكي ايش قد كبار بعدني اقزقز عليهم راشديات مخدود اي عادي يخبطون مخدود والله اوكي ما اتحمل واقف وجهك راشدي ايش طولك رجال بشار ليش يقدر يدافع لا كيف غصب عنه ما يتحمل خالته وصل وتلبس والله يجي قراش دي كفو غتي من داره يجي قراش دي منه بدون سابقا دا بدون ما هيك قبل على مزاجه الله يحفظكم ان شاء الله على هاي النكته اللي ضحكتنا وهي ما تضحك اوكي راح نعطيك هديه بس الهديه لخالتك يلا ما دام يعني مقزقزه على خدودك وهي تعبانه بيك مو اي شلون لا عاد طلع 100 بالسادس معدل من ورايا ومن ورا امه عمري والله ما شاء الله الله يحفظك 100 معدله بالسادس هاي يا يعني الخدود الخدود يعني ان شاء الله مو هيك مو بلا لا متعوب عليه فول اوبشن متعوب عليه الله يحفظهم تسلمين هذه هديه مقدمه من توما العزاوي بجراند سمارة بالمنصور بسيد الحليب تتواصلين وياها تحجزين قبلها بموعد وتروحين تدللين وجهك الحلو او اي اختيار تختاري من الاوبشنات الموجوده بالهديه بألف عافية تسلمين شكرا فرصة سعيدة والله أحلى وأصغر وأنق خالة بالدنيا وحياتي قلبي وحفزتيني يعني بس شوية يكبرون ولد أختي أخذهم هيك شقاوة طلعوا وياهم ما هي والله والله كلش حفزتيني لأنهم بعدهم يعني هو أكبر واحد يوم مولد 2012 وبعد لها شوية بس يصير مثلك شوية شوية يصير بقده يصير بطولك أخذهم أطلع على حسابي بعد مو على حسابهم مرة على حسابهم حتى على حسابهم أطلع عادي يعني خلاص شباب على حسابكم بدلت يلا مع السلامة مع السلامة يلا مع السلامة حياكم الله.